السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا. لا تخلوا أحد يضحك عليكم. في معلومة تداولوها الناس أنه في أحد في منظمة الصحة العالمية يقول أنه قد، ركزوا على كلمة قد، يكون حامل الفيروس لا ينقل الفيروس إلى الناس. المعلومة انتشرت بين الناس ووصلتني أنه حامل الفيروس لا ينقل الفيروس بين الناس، وانشالت كلمة قد. طبعا اللي بيتكلم من منظمة الصحة العالمية بيتكلم، عارف انه حيسمعوا علماء كثير وحينتقدوا كلامه وحيردوا عليه وحيتم التعامل مع كلامه على مستوى علمي. لكن للأسف تم توزيع البوست بين الناس على انه لا، يعني صارت حقيقة مسلمة، وهذا الكلام غير صحيح. انتبهوا، لا حد يضحك عليكم، دائما فكروا قبل ما طبعا حتى كلمة قد هذه برضو لا يمكن قبولها. ليش؟ فيروس كورونا بينتقل عن طريق الرذاذ اللي بيخرج من فم الإنسان المريض أو الإنسان الحامل للمرض، واللي ينتقل للآخرين. فسواء كنت حامل أو كنت مصاب، في الحالتين أنت تحمل الفيروس موجود فيك، وانتقاله إلى أحد آخر قد يكون سبب لإصابته. عدم إصابتك وعدم ظهور الأعراض عليك معناته أنه على أنه مناعتك إلى الآن لا تزال تستطيع مقاومة نشاط الفيروس، ولا تزال تستطيع أنك تتخلص منه أو تتخلص من الأعراض عليه، من الأعراض منك قبل ما تظهر. مو معناته أنه الفيروس عندك كامن أو أنه الفيروس لا يعمل، الفيروس شغال، لكن انت تزال عندك القوة في جسمك لمواجهته وللتعامل معه بعدم ظهور الأعراض. هذه المعلومة في جهات معنية حول العالم يهمها نشر الفوضى، ويهمها نشر الإشاعة لأغراض تجارية، أغراض سياسية، أيا كان نوعها. نحن لازم نحاول نحمي أنفسنا من أن نحن نكون ضحية لهذه الإشاعات أو لهذه المعلومات الخاطئة اللي ممكن فعلا تضرنا وتضر أسرنا، وذلك بالعلم. بالعلم، فاطلعوا، اقرأوا، شوفوا، المعلومة متاحة للجميع وليست سرا عن أحد. ودائما لما تكون عندك المعلومة من البداية صحيحة يبدأ يكون عندك المنطق أيضا سليم للرد على هذا النوع من الإشاعات ومن هذا الكلام الفارغ اللي بيتم نشره بين الناس. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.